يا اهلا وسهلا باجمل متابعي شركه مجمع الشامل، نقول لكم مساء الخير عليكم ويا رب يوم خفيف ولطيف على قلوبكم. واليوم رح نبدا من هنا من سكشن السعاده، القسم الخاص بالسوبر ماركت الشامل. رح ابدا بالعروض الجميله والرهيبه من شوكليت، من مواد غذائيه، هنشوفها مع بعض متابعاتنا. جهزوا نفسكم للكابتشر وشوفوا العروض الخطيره والجميله اللي احنا مجهزين لكم اياها. أول عرض رهيب عندنا على ذا الباكج المكون من بسكويت بينجو المحشي، يجيكم فيه 12 قطعة من هذه الباكجات الصغيرة بسعر 5.75 ريال. هلا لا متابعتنا، نجي الآن للقامي شوكو، تشكيلة من الجيلي المغطى بالشوكليت، متوفر بعدة شخصيات كرتونية، محبب للأطفال، في السميرف السنافر، في نينجا تيرتلز، وفي كمان هذه الشخصية اللي تشبه جرانديز. يجيكم الباكج بدا الشكل، كل بوكس فيه 12 قطعة بدا الشكل بسعر 5.75 ريال. هلا كمان سعرها جدا جدا جميل. متابعاتنا اللي يحب المربى او يحب يعمل تشيز كيك وانواع الحلا فيها، عندكم عرض خرافي على مربى زاد، راح تاخذ القطعتين متابعاتنا. فراوله، توت، فيك تشكيله مره منوعه في مربى الفواكه بسعر 5.75 ريال للابوتين. هنا عرض رائع على معجون الطماطم الرهيب ده، راح تاخذ الباكج الكامل اللي فيه 6 حبات يا جماعه بسعر 5.75 ريال. هلا لا. والزيتون الاسود الاسباني، متخيلين ان العبوه 340 جرام راح تاخذوها بسعر 5.75 ريال. هل العشاق الفطور، الناس اللي تحب تدلع نفسها، الناس اللي تحب الزيتون زي لا يفوتكم، من جد رائع، من اكثر القطع اللي عليها طلب وتتوفر باستمرار. هنا البيتزا عندكم كمان عدب زيتون اسود اسباني، شرايح، وفي اخضر شرايح يعني جاهز من الى على طول، راح تحطيه على وجه البيتزا وتدخليها الفرن وتستمتعي باطيب بيتزا في الدنيا بسعر 5.75 ريال. هلا لا كمان للعلبه. يحب البانكيك والكريب على الفطور لا يفوتكم عسل الازهار اللي متوفر في عبوه 250 جرام بسعر 5.75 ريال. هلا لا متابعتنا. رائع على ذلك الكيتشب الرهيب عشان تستمتعوا باجمل فرنش فرايز في الدنيا ب 5.75 ريال. هلا راح تاخذ العبوه 350 جرام متابعتنا. الخل الاحمر والخل الابيض في عبوه اقتصاديه ممكن حتكفيك شهور، سعه 946 جرام يعني تقريبا 1 لتر، تاخذوها 5.75 ريال. هلا لو اذا حبيتوا انكم تاخذوا العبوات الصغيره تجيكم كمان عليها عرض رائع، رح تاخذ الثلاثه بسعر 5.75 ريال. هلا من براند بيدر عروض التون الرهيبه على العبوات الكبيره مستمره، كاتشمي وديمار، تاخذ العبوتين بسعر 5.75 ريال. هلا لا متابعينا. عروض المفرحات ما زالت مستمره، وعندكم عروض رائعه على اللوز السوداني، حب البذر، وانواع المكسرات راح امر لكم عليها الان. بالنسبه لبراند حلواني راح تاخذوا كيسين اللوز بسعر 5.75 ريال. هلا لا ولا اجمل لطلعه استراحه، طالعين على الكباين عندكم في البيت يتفرج على موفي مع بعض، مره حلو العرض ورهيب. راح تاخذوا المغلفين بسعر 5.75 ريال. هلا لا. البستان عامل لكم عرض مره حلو على بكي، يجيكم فيه مغلفات صغيره ما بين الفستق واللوز والمكسرات والجوز، مره حلو، 6 مغلفات في باكج واحد تاخذوها بسعر 5.75 ريال. هلا لا مره رهيب، كمان لو طالعين على البحر حابين كذا وانتم مع نفسكم في الحديقه جالسين بدون ما تاخذوا كميات كبيره، هذا مره جميل المغلف. عندكم حتى في المكتب لو حابين في البريك تاخذوا كذا سناك خفيف، هذا العرض راح يعجبكم جدا.
هنا بلونزي موفرين كمان عبوات اسعارها رائعه، لانه دي انا برا باخذها تقريبا ب 11.5، احيانا توصل ل 13 ريال. حتاخذ المغلف من المكسرات المشكله 5 ريال و75 على لا. بالنسبه لدوار الشمس والفسفس ده اذا تحبوه، على قول ماما فسفس الببغان، هذا النوع تاخذ المغلفين بسعر 5 ريال و75 على لا. شوفوا يا جماعة ايش لقيت، من جد ماني مصدق السعر حق الهيمالايا سولت او ملح الهيمالايا البينك سولت، هذا اللي بيستخدمه الستيكات. في ناس بتستخدمه عشان هي عندها مشاكل في ضغط الدم ومحتاجين ملح ما يعلي لهم الضغط. في ناس تستخدم كمان في الباث عشان تعمل حمام كده ريلاكسينج، تضيف الموية البانيو عندها. انا باخذه ب21 ريال، يمكن بثلاث سنوات سعره ما بيقل ريال عن ذا السعر. جيت لقيت العبوه الكبيره 800 جرام هنا بسعر 5 ريال و75، هذا من جد السعر خرافي يا جماعه، لا يفوتكم. شوفوا اللي يستخدموه متوفره كميه كبيره وسعرها صراحه جدا جدا رائع. ومين ما يحب أسرع كيكة في الدنيا البيتي كروكر، متوفر بالليمون، متوفر الكيكة الصفرة كمان. تقدروا تاخذ المغلف كامل بسعر رائع 5 ريال و75 هللة. متابعتنا من شركة مجمع الشامل، أفضل سعر موجود عندكم. الناس اللي جات الصباح تسأل على الباربيكان، رجع يا جماعة دوبها بتنزل الكراتين حقتها من السيارات. شوفوا العرض ما زال متوفر، الثلاث عبوات بسعر 5 ريال و75 هللة لعبوات الباربيكان القزاز الكبيرة. عروض رهيبة على أنواع الكيك والكروسون، المحشي بالشوكليت من كثير شركات وبراندات مرة قوية، وكلها مغلفات توفيرية اللي 8 إلى 10 قطع واللي أكثر، وحتى الإنجليش كيك متوفر بعدة نكهات. مسابعاتنا راح تاخذ سعر 5 ريال و75 هللة لي المغلف. حوريكم المغلفات اللي متوفرة. سكشن كامل وتشكيلة واسعة، متابعينا من العبوات التوفيرية الكبيرة من الشيبسات بأنواع شركات قوية، نكهات متنوعة وسعر رائع 5 ريال و75 هل راح تاخذوا العبوة من هنا. دعواتكم وناستكم، الموفي نايت تبعكم، حفلاتكم كلها راح تكون برعايتنا. الكيكات، أنواع الشيبسات، الحلى وحتى المشروبات كلها وفرنا لكم إياها بالسعر الرائع الدائم 5 ريال و75 هللة. متابعينا في انتظار تسوقكم وتجاربكم الشرائية مع شركة مجمع الشامل فرع جدة. عشاق الليزي ستيكس الجميل، وفرناه من جديد بالعبوات التوفيرية الكبيرة بسعر 5 ريال و75 هللة لكل اللي حبيتوها، الكتشب السبايسي والنوع العادي الأوريجينال. واللي يحب الكوتن كاندي كمان رجع توفر الجالون الكبير بسعر الرائع مع زيادة 20% في العبوات الجديدة، راح تاخذيه بسعر 5 ريال و75 هللة. متابعة. وللناس اللي عاملة دايت وكمان بيروحوا على النادي والجيم وخايفين على صحتهم من الكالوريز، هذه البسكويت جاية من شركة نستلي بالشوفان. طبعا كلها الباكج فيه 12 عبوة، كل عبوة 4 قطع، تاخدوه بالقرفة والتفاح وفي الأوريجينال العادي. الباكج كامل تاخدوه بسعر توفيري رائع 5 ريال و75 هللة. جانا هنا عرض جميل على الدقيق الابيض الفاخر، الناس اللي بتحب المخبوزات بانواعها لا يفوتكم، تاخذ العبوتين بسعر 5 ريال و75 هللة. رح نتخطى سكشن
كوليكشن عروض الكافي الرهيب، عرض النسكافي الصغير راح تاخذوه 5.75 ريال. هذا للعبوة الكلاسيك اللي متوفي لبرة تقريبا 9 ريال الى 11 ريال سعرها. من القطع الاكثر طلبا ومبيعا هنا في سكشن القهوه كافي رايت، هذه القهوه سريعه التحضير 3 في 1، تفك ازمه في الصباح للناس اللي حابه تشرب قهوتها قبل ما تطلع من البيت، حلوه للمكاتب للمدارس ورهيب المغلف صراحه سعره رائع، في 15 ظرف بسعر 5 ريال 75 ريال.